ما تعرفش تتكلم. دي شهادة أعتز بيها لما الدكتور هاني بيقول لي حياتك. يعني ده أنا لازم أفكر بقى. من أحسن المرات اللي سمعتك والبودي لانجوج بتاعك كان هايل. بس عايز أستفسر منك على ثلاث أربع حاجات. والإخوان بلاش حكاية الإخوان، الزملاء في النوفو موجودين. أنت قلتي إنه السوماتوستاتين، خلي بالك عشان ده فيه كلام مهم يعني ومش لازم نجاوبه عليه النهارده لانه ده كلام مهم يعني، والكلام ده النوفو مش الاستاذه هاله. الاستاذه هاله قالت ان السوماتوستاتين بيعمل انهبيشن للجلوكاجون which is right، لكن كمان السوماتوستاتين بيعمل انهبيشن للانسولين سكريشن. مش هسالها فيها لان معنى كده لو بيعمل انهبيشن للدلتا سيلز بيعمل انهبيشن للانسولين، وجزء من التارجت بتاعه الفارماكولوجيكال دوز بتاعه الجي ال بي. شكرا يا استاذه لبنى. لكن ده مش سؤال لها، هي هتجاوبه بعدين، مش منتظر كده. لكن السؤال ده للشركه فيري امبورتنت، هل حد عنده حاجه لها؟ دي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه محمد جابر قاعد جنبي ناديته ازاي. انا شايف، انا شايف واحد ورايا، بس لازم الناس تعرف كده لان ده فيسيولوجي، دي اساتذه. الحاجه الثانيه يا استاذه هاله اتكلمت كلام فيري انترستنج فور ذا فيوتشر. ازيك عماد، عامل ايه؟ وحشني عماد، ربنا يخليك. قالت كلام مهم جميل، انه بيعمل نيو جينيسيس. هل لما بيعمل نيو جينيسيس هل بيزود الانسلس بتاع الكانسر؟ ما هي ده اللي احنا عايزين نعرفه. السؤال ده مش هتعرفه مني ولا مني؟ لا 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 بالستادي قدام. الحاجه الثالثه، لا لا مش هعرف. This is very important ان الناس دي، لان احنا في محفل علمي هام جدا وان احنا بنتناقش فيه which is a very good opportunity موجوده معانا. الحاجه الثالثه، وانا قاعد بتكلم مع محمد جابر وفاروق واقفين، هل الناس اللي طالعه من الصاله دي بعد المحاضره القيمه اللي انت قلتيها، do you classify this GLP-1 receptor analog as a short acting one ولا long acting one؟ لا انا اقول لحضرتك، انا مش عايز اسمع اجابات منك، لكن دي اسئله مطروحه للناس وهي مروحه الثلاث اسئله دول. واللي عايز يعرف الاجابات يسال محمد جابر لما بيطلع. لكن lastly I do thank you very much. شكرا استاذ دكتور يحيى غانم، شكرا استاذ دكتوره هاله جمال الدين، استاذ دكتور مجاهد يختم الجلسه. ما انت ختمتها خلاص. لا لا.